بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الكرام نتواصل مع حضراتكم مع الانطلاق في هذه اللحظات أعلنت انطلاقة الشوط 17 الخاصة بفتح القعدان الحقائق من مسافة 3 كيلومترات هي مسافة هذا الشوط أسير مباشرة إلى المقدمة وإلى المركز الأول ومن يتواجد على الصدارة هنا ويتواجد على المقدمة هنا يتقدم نسناس لسيد علي بن ساري بن علي بن محمد المنصور يأتي على المركز الأول بينما المركز الثاني راهي على ثاني التحديات سالم بن سهيل بن دليلة بن سالم العامري بن دليلة يتقدم على مستوى المركز الثاني بينما المركز الثالث هنالك ريسنج لسيد الخزع بن محمد بن صقوح العامري بينما المركز الرابع هنالك مخايل يتقدم في هذه اللحظات لسيد سالم بن محمد بن سليم العفاري وخامس المراكز من الجانب الأيمن هنالك الشعارات الواصلة والمنطلقة مشاهدينا ومتابعينا الكرام يتقدم شاهين أحمد بن علي بن ياسر بن محمد الجحافي يصل في هذه اللحظات على المركز الخامس أكتفي بهذا القدر أكتفي بهذه الأسماء وأعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى المركز الأول أعود إلى الانطلاق المبكر والاندفاع على صدارة الشوط يتواجد نسناس علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري يبحث عن الناموس المميز في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة ونسناس على المركز الأول علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري بينما المركز الثاني هنالك شاهين أحمد بن علي بن ياسر بن محمد الجحافي يتقدم على مستوى المركز الثاني المركز الثالث وصل ميسور للسيد سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي المركز الرابع يتقدم هنالك ريسنج الخزع بن محمد بن صقوح العامري بينما المركز الخامس يتقدم في هذه اللحظات هنالك مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري المركز السادس وصل راهي سالم بن سهيل بن الدليلة بن سالم العامري المركز السابع مشاهدينا ومتابعينا الكرام من بدأ يتقدم من الجانب الأيمن على سابع التحديات الحصن السلوم بن الصغير بن سعيد الوهيبي المركز الثامن وصل الشعار الأيناوي بدأ يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاق نهاب سيف بن مظفر بن محمد العامري يا سلام أعود إلى مقدمة الشوط أعود إلى المركز الأول إلى الانطلاق الأول إلى نسناس علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري من يقدم لنا نسناس على المركز الأول المركز الثاني مخاير على ثاني التحديات سالم بن محمد بن سليم العفاري المركز الثالث هنالك شاهين أحمد بن علي بن ياسر بن محمد الجحافي يتقدم الآن ولكن مقدمة الشوط الشوط مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري ابناء الوقن ينتظرون هذا الناموس المميز يا سلام المركز الثاني بدا يتقدم ميسور سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وبدا يتقدم هنالك شايم للسيد مبارك بن احمد بن مطر الخيالي وايضا العملاق العيناوي المركز الثالث ولكن مقدمه الشوط مخايل اللحظات الأخيرة العملاق العيناوي قادم ولكن مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري تهانينا تهانينا والناموس لك يا العفاري على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني نهاب سيف بن مظفر بن محمد العامري المركز الثالث شايم سيد مبارك بن أحمد بن مايد الأخيري المركز الرابع ميسور سالمين بن سالم بن سالمين الشامسي بينهم المركز الخامس كان دخول جماعي من قبل نسناس علي بن ساري بن علي بن محمد المنصوري وهنالك ايضا وصول الحذر ياسر بن بخيت بن سعيد الخيالي هنا التوقيت الزمني لحظات الوصول مشاهدينا ومتابعينا الكرام تهانينا والناموس لمالك مخايل سالم بن محمد بن سليم العفاري التوقيت الزمني لحظات الوصول
أربع دقائق 20 ثانية 5 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس المركز الثاني. ثاني التحديات وصل هنالك النهاب سيف المظفر بن محمد العامري. التوقيت الزمني 4 دقائق 21 بالوفاء والتمام. المركز الثالث وصل شايب بن سيد مبارك بن أحمد المايد الخيلي. التوقيت الزمني 4 دقائق 21 ثانية 6 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.